عشم خدني معك خدني خدني عشم خدني معك قبل الضيم ما بتنام خدني معك قبل الضيم ما بتنام خدني معك خدني خدني عشم خدني معك خدني خدني عشم خدني معك قبل على بساتين عن هالقلب نمال غيبت عنها سنين وراحت من البال خدني على بساتين عن هالقلب نمال غيبت عنها سنين وراحت من البال يقسى الزمن ويدين ما بين حين وحين لكن أنا بلادي ما بينحني لشبيه لو جارت الأيام خدني معك خدني خدني عشام خدني معك خدني خدني عشام خدني معك عشان عالطريق ما بتنام خدني معك عشان عالطريق ما بتنام لف الزمن ودار وجدد ليالينا والحاضر الجبار موق عماضينا هلف الزمن وضال جدد ليالينا والحاضر الجبار موق عماضينا هيس الزمن ويدين ما بين حين وحين لكن على بلادي ما بينحني لشبيهين لو جارت الأيام خذني معك خذني خذني عشام خذني معك خذني خذني عشام خذني معك عبلاد عبطارين ما بتنام صباح الخير لجميع مشاهدي الإخبارية السورية وما كنتوا عم تتابعونا اليوم الاثنين 13 آب عم نلتقي معكم بمشوار جديد بعمل رحلتنا الصباحية محطات من سوريا والعالم وفقرات متنوعة من لمس فيها نبض الشارع السوري ودايما تحيتنا الأولى من وجهها لأبطال الجيش العربي السوري من لكم صباحكم نصر دائما إن شاء الله ولكل مشاهدينا اليوم مع بداية النهار إن شاء الله بهاليوم تتحقق كل خططكم وأحلامكم ويسعد صباحك زينب يسعد صباحك أريج كيفك اليوم الحمد لله تمام بدي صبح كمان على كل مشاهدي صباح نغير والإخبارية السورية أيضا اللي قرروا أنه يرافقونا بمشاهدين مشوارنا الصباحي لليوم محطاتنا متنوعة بتحمل مواضيع متعددة تحيتنا الصباحية من جددة لحماة الديار إن شاء الله النصر يكون في دربكم والعز محطات عديدة وضيوف كتار من مختلف الاختصاصات وأخبار منوعة من سوريا والعالم رح نكون معكم بحلقتنا مثل العادة من دار الأسد للثقافة والفنون مشوارنا بلش لكن بعد الفاصل بداية أخبارنا المنوعة لليوم رح تكون مع فيديو انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي حيث رصدت الكاميرا عملية إنقاذ طفل بيبلغ من العمر 7 أعوام سقط من الطابق الرابع بأحدى مدن الصين وفقا للفيديو المرفق بدر أشخاص كانوا متواجدين بالمكان لحظة تدلي الطفل من الطابق الرابع بسرعة إلى فرد شرشف للسرير يمكن بأسفل البناء وقاموا بإمساك من جميع الأطراف بس لحسن الحظ أريج يعني قوة هالسقوط اللي مثل ما قلتي مزقت الشرشف خلينا نقول ارتطم الطفل بالأرض بشكل كتير قوي لكن بقي على قيد الحياة وفقا لما أفادت به مصادر طبية محلية هالشي لضعف قوة الارتطام بالأرض بعد سقوطه على الملاءة أولا
لي آخر شيء بعد كل هالمبادرات يعني إنه الطفل نفد. أكيد هذا أهم شيء يا ريش. مع الملاءة والشرشف. رح ننتقل لخبرنا التالي، حيث شهدت عدة مناطق بجنوب فرنسا هطول أمطار غزيرة أدت لتشكل سيول جرفت كل شيء بطريقة، وأظهرت لقطات مصورة من جسر كيف جرفت السيول الغزيرة مقطورة ركاب صغيرة بإقليم غاردر الفرنسي. مشاهد من السيول متابعة مع بعض. Das Rene, den hat der Artisch gewusst, ne? أريش، بعيدا عن السقوط والسيول والكوارث، خلينا نروح لخبرنا الجديد وهو لآخر وأغرب الدراسات من جامعة لندن اللي كشفت أن التوتر بيولد لدى الإنسان صفة إيجابية غير متوفرة عند البشر بحالة الاسترخاء. الناس عم يتقبلوا ويستوعبوا المعلومات الإيجابية بس لما يكونوا بحالة من الراحة والاستقرار النفسي. من خلال التجربة على مجموعات معينة، اكتشف الباحثون بنتيجة التجربة أنه أفراد المجموعة الأولى اللي وضعوا بحالة من التوتر والإجهاد تذكروا بشكل رائع كل ما قاموا به، وترسخت عندهم المعلومات الجديدة، كما أنهم قدروا يتمكنوا من تذكر مواقف سلبية من الماضي. يمكن كمان زينب أفراد المجموعة الثانية يلي مروا بظروف إيجابية هادئة تمتعوا بمعلومات إيجابية واستطاعوا تذكر اللحظات الإيجابية من الماضي فقط. وخلص العلماء إلى أن المواقف المنشدة وحالات التوتر تحض الإنسان على امتصاص المعلومات بشكل أفضل، وتفهم هذه المعلومات السلبية التي يتم إهمالها عادة بالحياة بتم فهمها بشكل واضح والاستفادة منها. هي كانت أخبارنا المنوعة زينب لليوم. أكيد أريج، يعني أخبار من عدة مدن عالمية. خلينا نروح هلأ ونترافق بجولة على أهم الأحداث اللي سجل زماننا بذاكرة اليوم. لكل يوم أحداثه وأخباره، منها ما يترك بصمة واضحة في سجلات التاريخ، ومنها ما يمر مرور الكرام دون أي أثر يذكر. في مثل هذا اليوم من العام 1892 صدور العدد الأول من صحيفة الأوفرو أمريكان في مدينة بالتيمور، وفي عام 1913 اختراع مادة الستالستيل على يد المخترع الإنجليزي هارلي بيرلي، وفي هذا اليوم من العام 1940 القوى الجوية الألمانية تنفذ عملية قصف جوي كبيرة اعتبرت الأعنف بذلك الوقت ضد العاصمة البريطانية لندن أثناء الحرب العالمية الثانية. في عام 2004 بدأ دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها اليونان، ومن أبرز الشخصيات التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من العام 1899 ألفريد هيتشكوك مخرج سينمائي إنجليزي. أما أبرز الشخصيات التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من العام 1917 إدوارد بوخنر عالم كيمياء ألماني حصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1907. صباحنا لسه بأول، يمكن سوى نشهد خلال ساعته القادمة على أحداث بتغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد. باليوم 13 آب وهالتاريخ شهد على ولادة أو وفاة العديد من الشخصيات اللي شكلت عبر مسيرة حياتها نقاط تحول أثرت بمختلف المجالات. خلونا نتابع مع بعض من شخصيتنا لليوم. ألفريد جوزيف هيتشكوك مخرج إنجليزي له فضل في الريادة في العديد من تقنيات التشويق والإثارة النفسية في السينما البريطانية. ولد في 13 من آب عام 1899 في لندن، وانتقل إلى هوليود عام 1939.
خلال حياته المهنية التي امتدت أكثر من نصف قرن، أسس هوتشكوك لنفسه أسلوب إخراجي معروف ومميز، وكان من الرواد في استخدام الكاميرا بطريقة تحاكي نظرات الشخصية. العديد من أفلام هيتشكوك كانت تحتوي نهايات مثيرة للجدل وأحداثها مشوقة، ويستخدم الكثير من الغموض. أصبح ألفريد رمزاً ثقافياً عبر تواجده الشخصي في مشاهد صغيرة من أفلامه الخاصة والمقابلات ومقاطع الأفلام القصيرة وبرامج التلفزيون التي يقدمها. أعماله تجاوزت 50 فيلماً، جعلته يستحوذ على المرتبة الأولى في استطلاع لنقاد السينما في مجلة دايلي تيليغراف عام 2007. أما مجلة موفي ميكر وصفته بأنه المخرج الأكثر تأثيراً على الإطلاق، فهو يعتبر على نطاق واسع من أهم فناني السينما. توفي هيتشكوك في 29 من نيسان عام 1980. أريجا، غالباً الأولاد بالفترات الأولى أو سنواتهم الأولى بيتصرفوا بكتير من الغرابة. بعض الأطفال طبعاً بيكون عندهم عصبية أكثر من أقرنائهم، ولكن الأمر مانو كتير مخيف للأهالي يطمنوا. هالصفات العصبية والعدوانية وغيرها من الصفات المقلقة أمر كتير طبيعي للأطفال بمرحلة الطفولة المبكرة. ولكن تحول الطفل أو حتى يمكن أي شخص من شخصية عدوانية لشخص غير عدواني أمر بيحتاج لبعض الوقت والصبر، ويجب الاهتمام بالسلوك العدواني بالتحديد حتى لا يؤثر بشكل سلبي على تطور عقل أطفالنا. ولنحكي أكثر عن الشخصية والسلوك العدواني بسنا اليوم أنه نرحب بالأخصائية النفسية غالية سعيد. يسعد صباحك غالية. بونجور. أهلا وسهلا فيك. كيفك؟ شو الأخبار؟ الحمد لله تمام حبيبتي. يسعد صباحك غالية. خلينا نحكي بداية عن الشخصية العدوانية عند الأطفال، دائما بنشوفها عند الأولاد مثل ما حكينا بالمقدمة بسنواتهم الأولى. شو أسبابها وعرفينا عنها أكثر؟ تمام عزيزتي، خلينا نقول شوي بداية شو هي تأسيس الشخصية وكيف ممكن تتأسس. هلا الشخصية رح تكون هي عبارة عن أفكار، عن معتقدات، عن سلوك، عن آراء، عن خبرات رح تتم قدام الطفل بمرحلة معينة. رح يجمع كلياتهم هدول موجودين ويعمل لهم داونلود ويأسس شيء اسمه شخصية وينتقل فيه على الحياة ويواجه فيها الحياة. هلا كيف تتأسس عنا الشخصية العدوانية للطفل؟ فيما بعد بتنتقل لشخصيات ممكن تكون غير سوية بالمجتمع، ممكن ينتقل لشخصيات تكون معادية بالمجتمع. الفكرة انه كيف بيطلع عنده العدوان؟ لما بيحاول انه هو يثبت موقف او حاول انه ياخذ شيء او يحصل على اي شيء، فبيعمل آلية او تكنيك معين مع الاهل، فبيحاول يفرض فكره او يفرض راي، فبيلاقي انه يمكن من اول مره ما مشي الحال، ما فبضل مصر على عناده، او بيكون في عنده نوع من آلية العدوى والانتقال بشخصيه الام والاب. يعني مثلا بينتبه انه الام لما بتقول انه انا بدي هذا الشيء فهي مصره، بس ولكن بطريقه احيانا تكون معنا كثير لائقه، تاخذها بطريقه حديه او بطريقه الجواب الحد او بالافعال الاجباريه، فبياخذها كمان سلوك عنادي هو. ونفس الوقت كمان بتابع بيرجع بيقول انه انا هذا السلوك انا مصر عليه لانه ما لقى ارضاء الحاله لارضاء السلوك اللي عم يصير معه بطريقه مرضيه وسويه له. هلا فيما بعد ممكن ينتقل اذا طبعا هذا السلوك ما تنمق وتحدد وصار ضمن توجيهات وصار في اليه رفض له، طبعا اليه اللفظ تكون مقنعه، بتحول فيما بعد لسلوكيات وصير عندنا شخصيات غير لائقه اجتماعيا، غير مقبولة وسطية، ممكن ننتقل لمرحلة تانية اللي هي تكون الشخصية المعادية للمجتمع. لكن غالية، شو هي أسباب تكوين هذا السلوك إن كان عند أطفالنا أو حتى بس يكبر الشخص؟ آلية أنه كيف أنه ما لا يعرف يطلب الطلب لما بده يقول أنه أنا بدي هذا الشيء، لما نجي نحن بنقوله أنه لا ما في، الفكرة أنه نحن ما عم نعطيه الجواب المقنع ليش. يعني انا مثلا بقول ماما انا بدي هذا الغرض، بتقول له لا ما في، ودائما للاسف بتسكت. مو دائما كل الام جاهزه انها تبرر لي. لما انا بقول له لا فانا بترك عنده فجوه مفتوحه انه شو السبب، ليه عم تقولي لا؟ لازم لما انا اقول لا لاي سبب لحتى ما شكل عنده اليه العدوان اعطيه سبب مقنع، ارجيه شيء واقع على الفعل انه عملنا هيك لهذا السبب، عملنا هيك لهذا السبب، وما حاول اساسا اعمل قدامه السلوك اللي ممكن يعتمده بالنسبه لي. يعني انا اقول انا اقول لا، لكن لما اتصرف مع اشخاص كبار رد نفس الطريقة وأعمل، فبدو يصير في عنده آلية من الخربطة. فآلية الوراثة والعدوى بيناتهم كتير حتكون كبيرة. غالية، خلينا نحكي شوي، يعني في فرق بين البنت والصبية بالشخصية العدوانية، كيف بتنمى الشخصية العدوانية عندهم؟
هلا ما عنده كثير فرق كثير كبير خاصه اذا كانوا بعمر محدد، ولكن المجتمع بيتجه اكثر بيقول انه الصبي بيكون شخصيته عدوانيه اكثر من أكثر. البنت على اعتبار انه الصبي خلينا نقول المجتمع بيعطيه اريحيه اكثر، يعني مثلا اذا ضرب رفيقه او كانوا عم يلعبوا بالبيت وعمل اليه ضرب ممكن للاسف من بعض المعلومات المغلوطه انه بنبرر له انه اي يلا معلش ماما او شيء، لكن البنت لا دائما بتلاقي في عندها كلمه لا النبره المرتفعه الحد اللي طلعت انه لا ما بيصير تعملي عن حاله. انه بتدافع انه ما بيصير انت تعملي وهذا الشيء غلط او شيء، فللاغلب بتلاقي حاله العدوان عند الصبيان اكثر، ولكن مع هذا الشيء في نسبه عدوان عند البنات يعني نسبه جيده، يعني ما بدنا نقول انه هيك ولكن ما انا مبرره او ظاهره كثير للمجتمع. اذا بدنا نحكي عن كيفيه يمكن معالجه هالعدوان ومعالجه هالسلوك ونمو سلوك صحيح لاطفالنا ولحتى يكبروا، كيف بتم هالموضوع وشو الواجب على الاهل اتباعه؟ تمام، اهم شيء انه يكون في عندنا خطوات واضحه كثير بالتعامل معهم، يعني انا مثل ما تفضلت قلت لك لما قلت لك انا بدي اقول له لا او انا في هذا التصرف انا وعملت هاي الفكره، دائما يكون في عندي المبرر، دائما يكون في عندي الجواب المقنع، دائما لما انا بدي اتخذ اي سلوك مع الطفل كون جديه، كون فعلا انسانه يعني ماسكه الموقف تماما وعلى اصوله، يعني بتجي مثلا الام تعمل تصرف بيطلب الطفل انه ماما انا بدي هذا الشيء، بتقول له لا، عاطفة الأمومة مثلا بعد ساعتين ثلاثة أو بعد يومين ثلاثة فبتغير المبدأ كلياته، بتحن شوي فبتغير، في هالحالة أنا بعطيه آلية العناد، بعطيه آلية أنه أنا بصير عنده آلية في دراية في ذكاء بالموضوع، يعرف إذا عناد ممكن بعدين تتلبى أموره وبيعرف أنه إذا عناد أنه أنا هذا الشيء رح أخذه، لأنه هو بيكون جرب السلوك أول مرة مع الأم ومع الأب، فبيعرف أنه هو فعلا درس فعلا نفسياتهم ودرس أنه هن عندهم حالة معينة وبعدين رح يستسلموا فبيعطوني إياها. أهم شيء إني أنا لما أقول لا فعلا ضل عم اقول لا وضل مصر على رايي كثير واعطي فعلا انه مبرر وما خلي الجواب مفتوح لا لانه كذا وكذا، بصير عمليه الاقناع المبرر. يمكن غالي تمام بصير عنده اليه اقناع، بصير في عنده فعلا انه ماما اعطتني جواب او البابا اقتنعت، بصير لما بيرجع بيطلب الموقف مره ثانيه بيتذكر الاسباب اعطته اياها، ممكن يرجع طبعا هو اكيد رح يطلب الموقف بس رح يطلبه بشوي خفيه، رح يطلب شوي لهجه حتختلف، رح تكون رده فعله شوي باقل من الرده الاولى. غالية خلينا نحكي شوي، يعني كنا عم نقول بالمقدمة انه ما بتخوف يمكن العدوانية بالسنين الاولى للاطفال، وكلنا بنشوف انه الاولاد بحبوا يكتشفوا بحبوا يخربوا، في له انواع العدوان، الشخصية العدوانية، التخريب لفظي جسدي، خلينا نحكي شوي عن الانواع، وهل بتلاقي انه ممكن الواحد مثلا بعمر السنتين يبلش بقى يستوعب انه لا ولا، لانه لما يكون مثلا بالسنة ونص عم يكتشف ما فينا تقولي لهم كمان للامهات اللي عم يحضرونا انه سيطر عليه بشكل لا عدوانية وهل تمام. هلا عزيزتي بالسنتين اكيد هو ما بيعرف لا لا ولا، بيعرف بس ما هي قراءة الوجوه، يعني كيف يعني اذا انا بالسنتين يعني ما في اثر بس هو بيعرف اذا انت كنتي زعلانه منه ولا مبسوطه سعيده ولا فرحانه، هذا الشيء بيقرا. هلا انا لما بدي اجرب انه ادخل عليه نظام جديد او حامل اعمل له داونلود لاي سلوك بدي بلش معه بعد 3 سنوات باليه العقاب بدها تكون مناسبه للسنوات، مثلا اذا عمل عقاب فلنفرض عمره 4 سنين ممكن يتعاقب لفتره 4 دقائق يعني مو اكثر ولا اقل. هلا حنجي للسلوك العدواني الثاني، مثل ما تفضلتي كل الاطفال في عندهم اليه الاكتشاف بس للاسف تلقب عليها شوي عدوانيه لانه ما بيعرف يكتشف بطريقة منمقة. لما بيصير في عنا عدوانية بتبين بمراحل أكبر، يعني بشعر أنه الطفل اللي موجود عندي في عنده آلية الأذى ولكن بشكل كتير كبير يعني مضر لنفسه وللمجتمع، يعني مثلا على الأقل نعرف كلنا أنه الأطفال بتحب التقارب مع الحيوانات الأليفة أو شيء، ممكن تشعري عنده أنه ما في آلية عطف أبدا، ممكن تلاقي في أذى كتير جسدي للحيوانات بشكل كتير كبير، في أذى جدا فعلي، في عنف كتير شديد، في تكسير بشكل كتير كبير، في تكسير للأشياء، في أذى لفظي، في أذى جسدي، في ضرب بشكل كتير كبير، ولما بتسألي أنه شو السبب أو شيء فما بيعطي سبب مبرر أنه مثلا ليش هيك ضربنا هيك فلان، ماما ليه هيك عم تعمل مع القطة ليه هيك، فما عنده مبرر أبدا. حتى آلية التعاطف مع الآخرين بتكون عنده تقريبا سيئة أو ما أنا متواجدة أو ما أنا نازلة على أرض الواقع أبدا. بهذا الحال أنا بقولك أنه إحنا بلش عم يمهدلنا حتى يكون في عنا شخصيات سيئة معادية للمجتمع. هلا هون يمكن الأهل لازم عن جد ينتبهوا لتصرفات أولادهم وخاصة يمكن الأطفال المدلعين شوي زيادة، الأهل ما بيعودوا بيركزوا بهالنقاط وهي ممكن أنه تسبب سلوك عدواني لأطفالهم. في أشياء معينة غير ممكن انه تعاملهم مع الحيوانات الاليفه، ممكن وقت تشوف الطفل وقت تشوف الام طفله بين مجموعه من الاولاد، شو السلوك يمكن اللي بيظهر عليه بدل انه هو عنده سلوك عدواني؟
تمام، ما عنده ضمير لا مستتر ولا غائب بكل بساطة. آلية الضمير هي موجودة بالكتالوج الأساسي تبع الطفل، طبعا بتتنمق وبتزيد مع الخبرات والتدريب، ولكن للأسف أحيانا في عنده دائما بتكون عنده الأنانية جدا مبالغ فيها. إذا ضرب طفل ما في عنده آلية التعاطف، ما بيعتذر، دائما بيحاول أنه يخلص أغراضهم، طبعا بآلية زيادة كل الأطفال عندهم إياها بحالة طبيعية، ولكن هو بتكون زايدة عنده، بيضرب بشكل كتير كبير، بشكل كتير مؤذي، بيستعمل ألفاظ كتير نابية وكتير جارحة، أنانية جدا بتكون عالية، العنف كتير بيكون شديد لفظي وجسدي بأي حالة من الحالات، ما عنده حالة من إنه إذا قلت له ماما ليه هيك عملت ما عادي، ما عنده مشكلة، ما بيتأثر، ما عنده أبدا تبرير لهيك عملت مو حرام أو شيء، ما بيعتذر، ما عنده آلية الاعتذار أبدا. ودائما بتلاقي مثل ما سبق وحكينا مرة بيكون في عنده آلية تنمر كتير كبيرة، فبيحاول يفرض على الآخرين أنه أنا البطل أنا الموجود، وما بيتأثر أبدا بالمشاعر الإنسانية، حتى بيقول لك بالعامي أنه ما في حدا أبدا، يعني النفس اللوامة عنده لو كان بعمر صغير هي منتهية، ما أنا موجودة أساسا. فهي هون إشارات كتير قوية لازم أن تنتبه لأنه ما في تعاطف، هون لازم تعاطف. يتم تدخل أخصائية نفسية أو أخصائي نفسي طبعا طبعا، حتى بالعكس بالمراحل الأولى بيكون جدا مهم، لأنه حتى هاي الآليات إحنا لازم أنه نحاول نهذب له إياها، كيف ننشأ عنده تعاطف، كيف يكون في عنده حب الآخرين، المفاعلة مع الآخرين، المبادلة بالود، حتى ما ينشأ فيما بعد طفل فعلا متنمر ويصير الموضوع خارج عن الحالة، ونقدر حتى فيما بعد بينقطع آلية التنمر، بصير شخصيات ممكن إجرامية معادلة للمجتمع بشكل كتير كبير، وهي اللي بتلاقيها بتنزل بتصير عندها آلية القتل وآلية بالدم البارد والنفس العدل اللوامي اللي ما يعني ما أنا موجودة أساسا بتصير. غالية، دائما الحل هو المدرسة أو الحضانة، دائما الأهل مثلا ما بيحكي الولد يلا على الحضانة، مثلا عدواني يلا حطوه بالحضانة أنه ينسجم مع الولاد، فحكي لنا عن دور المدرسة أيضا تهذيب الشخصية العدوانية للطفل. هلا دور المدرسة كتير كبير وهذا شيء كتير مهم ما فينا ننكره أبدا، لكن الفكرة أنه أنا لما بدي أبعد طفل من عالمي الخاص اللي هو المجتمع الأسري الصغير للمجتمع الأكبر اللي هو المدرسة، أساسا لازم أن يكون في عندي أساسيات زارعتها، يعني داونلود من عندي، يعني ما أعتمد بس على التنزيل اللي هن بينزلوا له المعلومات فيه، لأنه يمكن أحيانا ممكن يقتبس من الأشخاص الآخرين، ممكن يقتبس من شخصية المعلمة، ممكن يقتبس كتير شغلات ما تناسبني أنا أحيانا حسب نظامي بالبيت، حتى أبعته فعلا على البيت وأخلص من هاي العدوانية، آلية التشارك مع الأطفال، حاول دائما ورجي إنه في متعة كتير لما بتكون في مشاركة مع الأطفال، في متعة كتير بالتعاطف، دائما أعمل السلوك اللامباشر بالبيت، يعني لما بيكون عندي كمان طفل عم يلعب بالبيت كتير ممتع إنه هو عم يلعب امرق حطه كل شوي، اسمع حديثه مع ألعابه لأنه هو فعلا بيعكس كتير من شخصيته على هاي الألعاب حتى لو كان صغير. لما بدي أعمل له شيء غير مباشر أنه فيني أنا والأب أعمل كتير آلية ذكية، أنه أنا أبعت للأب السلوك اللي أنا بيهمني، طبعا هو يعطيني السلوك المناسب وثقة تماما أنه الطفل لو ما انتبه لكن هو قاعد وعم يشوف وعم يتابع، فبيصير بيعمل فيما بعد نفس السلوك، طبعا هذا التعليم الغير مباشر تكون آلية بين الأم والأب، أي معلومة بقدر وصل له إياها عن طريق تفاعلي أنا والأب أو أنا وحدا مؤثر عليه من العائلة. بعد شوي بلاقي هذا السلوك صار عنده داونلود وعم يعمله بطريقة كتير طبيعية. حلو. بعد الطفل ما يكون عدواني يمكن ويتعالج هالأمر بشكل كتير دقيق ويخلص من المرحلة العدوانية، كيف بتم مكافأته للطفل؟ يعني هلا هذا المكافأة آلية كتير رائعة، كتير جدا رائعة، مثل ما أنا بعاقب الطفل بالنظرة السيئة تبع إنه هلا في قتلة ولا هلا أنت محروم ولا هلا بيجي البابا رح نعمل خناقة أو شيء، في آلية الثواب اللي هي بتكون بإيماءات الجسد، ما بتتخيل الطفل قديه بيكون سعيد ومسرور فيها، يعني لما بنكون قاعدين بمجتمع وبيعمل حركة أنت أساسا مسرورة فيها، فبتبعتي له نظرة الامتنان، نظرة الشكر، حركات جسدك لأنه شكرا ماما، هي بتعمل له حالة من الروعة كتير فظيعة، حتى بصير بيتعمد أنه يكرر السلوك مرة تانية كرمال يتلقى منك هاي النظرة أو الكلمات التشجيعية أو الحركات، أنه هدول ممكن نعمل له الستيكرز ونعمل له السمايلات ونعمل له القصص، هي رائعة بالنسبة له ومحفز كتير كبير لحتى يرجع يعيد هذا الشيء ويجمع أكثر وينال الرضا، لأنه هو دائما حتى بيعبر لك لما بيعمل تصرف بيجي لعندك بيقول لك ماما أنا بحبك، فهو بينطر دائما كلمة وأنا كمان، هي بالنسبة له تشجيع كتير رائع، فدائما لازم ما نقطعهم أبدا على الكلمات التشجيعية. طب خلينا نحكي غالية كمان، يمكن
في ظاهرة كتير ظاهرة بالمجتمع هلأ، وخاصة مع الأمهات أو الجداد، أنه مثلا أولادهم كتير بيشوفوا مواقع التواصل الاجتماعي بسن صغيرة، بيشوفوا أفلام الكرتون اللي فيها شوية عنف. هل هذا أيضا بيأثر؟ شو بتنصحيهم؟ لأنه بصير الموضوع خارج عن السيطرة. يعني سمعت أكثر من حدا أنه خلص ما عاد في أنه ما بده موبايل أو ما بده تي في، فشو بتنصحيهم للأمهات حتى كمان ما يتأثر بشكل عدواني بهي المواد؟ تمام، شكرا حبيبتي على السؤال. لأنه للأسف حتى نتخلص أحيانا بعد من ضجيج الأطفال اللي موجودين أو من الإزعاج اللي عم يعملنا، يا بحالة أنه أحيانا يمكن ما عم يقدروا يطلعوا الطاقة اللي موجودة عندهم، أنه عبارة عن طاقة عم تتحرك، فهن لازم ينزلوا على أرض الواقع ويلعبوا بشكل كتير كبير ويطلعوا لأي الآلية اللي موجودة عندهم. للأسف بتلاقي معظم الأمهات بتعطيه مثل ما قلتي، بتفتح له التلفزيون، بتفتح له التليفون، أنه عود تفرج، وما منتابع نحن شو بيعمل. عنده قناعة إنه الشيء اللي عم يعمله هو شيء صح، ومثل ما قلت لك لاحظ إنه بيرجع بيكرره إما مع ألعابه أو مع أخواته بالبيت، أو بيتبع معك نفس الكلمات ونفس الآليات. يعني بدي أعمل هيك، ليش ما عملت هيك؟ لأنه أنا شفت هيك عمل، بدون ما حتى يلاقي مبرر. الفكرة أنه أنا لما بدي أخليه يحضر أي شيء، كتير حلو أنه أنا أعطيه وقت محدد جدا، ما خليه يفتح ساعات كتير كبيرة، لأنه أنا بهالحالة عم روح أروع لحظات عمره، أنه هي يكون في تواصل معي أنا كأم موجودة له، عم روح متعة أنه لما يأخذ المعلومة مني أو يستمتع مني البريق العيون اللي بيطلع معه لما أنا بعطيه معلومة جديدة، أنه وبيطلع هيك بذهول أنه ماما أنت كيف بتعرفي. فهو أنا عم روح هاي اللحظات كتير الرائعة، أنه لما مخليه يتواصل عن طريق التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى. مع هالشي أنا ما فيني أمنعه أكيد، لأنه هذا حقه، بعطيه لحظات أو بعطيه دقائق محددة. وكتير حلو أنه بعد ما يخلص أو قبل ما يبلش قال له ماما أنت بس تحضر هلأ، أنا رح أسألك شو حضرت. فهو بصير بيحضر بتمعن، أو أنا رح أسألك شو رح يصير، حيحضر بتمعن، رح يحفظ كل كلمة، رح يحفظ الأحداث، حيصير في عنده تركيز، وكل شوي أنا أعمل عليه نظرة أنه أنا أشوف شو آلية اللي عم يحضرها. بعد ما يحضر كتير حلو أنه أتناقش أنا وياه، ماما شو شفت، شو حضرت، احكي له شو قالوا لك، شو عملوا، شو سووا. بدي اقول لك ماما هاي الشخصيه ضربت هاي الشخصيه، طب ليه ضربته، شو عمل. فهو بصير بيعطي مبررات، يا انا باكد له هذا السلوك له هذا الشيء صحيح او بنفي له اياها. فهون بلعب انا كتير دور اني انا بصير يا بثبت يا بنفي. تماما. غالية، إذا بنحكي شوي عن الشخصية العدائية بشكل عام والشخصية العدوانية، يمكن أوقات كتير بيصدف الواحد من خلال عمله أو خلال مجتمعه ومحيطه بصادف أشخاص عدائيين، هون كيف بيتم التعامل معه؟ هدول الأشخاص العدائيين كتير رهيبين. أول شيء يفوتوا فينا بآلية التنمر، بكون دائما بيكونوا فاتين بآلية التنمر. هلأ في حالة تجاوزوا التنمر وصاروا أشخاص غير مضبوطين، رجوع أذكر بالتنمر غالية عشان الأشخاص اللي ما تابعوا. التنمر هو آلية الإيذاء اللفظي والجسدي والنفسي اللي بيجري أي شخص على شخص آخر بدون ما يكون راعي ماهية الأشخاص الآخرين، بس مجرد الإيذاء ومجرد الإزعاج النفسي والهز النفسي اللي بيعمله بالآخرين. هلا لما بيصل شخص معادي للمجتمع قطع هاي المرحله، صار فعلا مؤذي، حتى مؤذي جسديا، يعني مؤذي بآليه انه حدا ما عنده ضمير ابدا، حدا عنده انعدام بالسلوك الاخلاقي، حدا عنده انعدام باي شيء منافي يعني مساير للمجتمع. آليه الضرب عنده مباحه، آليه حتى القتل عنده مباحه، بيتصرف بدم بارد، بيتصرف بلا اخلاقيه، ما عنده اي مشكله باي سلوك ابدا. حتى بيصل بعدين لمراحل انه ما في عنده تأنيب ابدا، يعني انعدام تام بالاخلاق. هذا الشخص المعادي للمجتمع للاسف ما بتلاقي كثير ديناميكي ومتفاعل معك بالحياه، دائما بتلاقيه متسكع، دائما انسان عاطل عن العمل، دائما انسان هدفه الاساسي هو الاذى واشباع النرجسيه الفظيعه اللي بتكون موجوده عنده بكل دم بارد. لكن المعادي الاكثر هو السمعه للاخر، يعني دائما بيحاول السمعه للاخرين. واهم شيء انه لما بتناقشي بيقول لك عادي، ما في عنده ابدا اي اليه انه ليه هيك عملت، عادي ما عنده مشكله، ليه هيك سويت، عادي، دائما بيلاقي مبررات، فما عنده ابدا انسانيه بهذا الموضوع. غاليه، يعني الله يبعدهم عنا للعدوانيين. يعني نحن بدنا جيل محب يعيش على المحبه والسلام لبناء سوريا للمستقبل ان شاء الله. شكرا لكل المعلومات اللي اعطيتينا اياها، شكرا لك حبيبتي، شكرا لكم، يسعد صباحكم. شكرا لك غاليه سعيد. شكرا. أريجة، أعلنت جمعية خطوة للأطراف الصناعية بالتعاون مع السفارة السورية بجمهورية الصين الشعبية والمنظمات المعنية في الصين عن البدء بتنفيذ مشروع أطراف صناعية ذكية للأطراف العلوية للمتضررين تحت سن 18 سنة. تفاصيل أكثر مع زميلتنا هالة السعدي.
ليس لها نشاطات أخرى إلا تركيب الأطراف الصناعية. طبعا لدينا حالات ضخمة جدا، حالات كبيرة جدا من المصابين من بداية الحرب لحتى هلأ. جمعية خطوة بدأت بتجربة بسيطة، كنا رح نستقبل مرضى ونبعثهم للشركات المتواجدة في دمشق أو في المحافظات ويتم لهم تركيب أطراف صناعية. طبعا ارتقى عمل جمعية خطوة كثيرا في المرحلة الأخيرة، وأصبح لدينا مصنع حام ومصنع مجهز بأهم الآلات على مستوى صدقا عالمي. طبعا تم الدعم من خلال فعاليات اقتصادية سورية، تم الدعم من خلال سفارة الصين السورية في جمهورية الصين الشعبية والسفارة الصينية في دمشق. ما نراه اليوم يثلج الصدر، بالتعاون بين جميع الأطراف نستطيع أن نقدم مساعدة تصل إلى أكبر شريحة متضررة. المشروع لم يتوقف هنا، نحن مستمرون بشكل دائم لأن الحاجة دائما موجودة. هؤلاء الأطفال بحاجة إلى دعم نفسي بعد تقديم هذه الأطراف لهم، بحاجة إلى تبديل هذه الأطراف بعد سنوات، بحاجة إلى دعم نفسي، بحاجة إلى مساعدتهم للاندماج في المجتمع من جديد، وإلى مساعدتهم لبناء مستقبل كسائر الأطفال السوريين. جايين مشان نركب أطراف، ووعدونا بأطراف ذكية وأطراف ما ترمى ليك جايين. الحمد لله هيك أحسن وما لا يطلع صعوبة ولا شيء، بس أول مرة أول ما ركبتهم فيه كان صعوبة، هلا هيك الحمد لله أحسن، صارت غير، تغيرت إنه حياتي كلها بالأطراف. ما كنت بقدر أعمل شيء، هلا ركبت الأطراف بلشت أنا ضل بمشي أتحرك أنا. زينب، كل يوم ضمن صباحنا غير منقوم بجولة على أبرز الأخبار الثقافية، والبداية من المعرض الفني الذي أقامته وزارة الثقافة في مركز أدهم إسماعيل للفنون التشكيلية، وضم إبداعات عدد من خريجي المركز خلال النصف الثاني لعام 2017. أجواء من المعرض والمشاركين به المعرض رصدتها زميلتنا ريم سليمان. بلشوا من الصفر، اكيد كان في موجود موهبه بالبدايه بس تطورت هون خلال هالسنتين بشكل كثير ملحوظ، يعني تنوعت بين مختلف انواع الرسم والالوان اللي كنا نستخدمها، لاخر شيء وصلنا للزيتي. احنا بلشنا هون رصاص، بعدين فحم، الوان خشب، حوار، وبعدين بدينا بالمائي والقواش، اخر شيء وصلنا للزيتي. هلا الاكثر شيء بحبه هو الزيتي لانه هيك بيمتعك كثير وبتحسي بمتعه الرسم. مشاركة بمشروع تخرجي اللي هو عبارة عن ثلاث لوحات عم بحكي فيها عن سيكولوجية المرأة اللي مرت خلال ثلاث مراحل ابتداء من عمر المراهقة مرورا بالنضج وصلت لمرحلة الجولة، كل مرحلة فيهم مرت بحالة شعورية معينة حاولت جسدها بلوحاتي. انطلقت فعاليات مهرجان صدد العراق التاسع في ريف حمص الشرقي تحت شعار سوا نبنيها سوا نحميها ايدي بايدك بكره احلى، بين فعاليات فنيه وتراثيه مختلفه. متابعه التفاصيل بتقرير مراسلنا اسامه ديوب.
لانتصار إرادة الحياة على الإرهاب، وتحت شعار سوا نبنيها سوا نحميها، إيدي وإيدك بكرة إلنا، انطلقت فعاليات مهرجان صدد العراق التاسع في ريف حمص الشرقي الذي تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع بصمة شباب صدد بحضور رسمي وشعبي. هذا المهرجان هو تأكيد كما قلت على عودة الحياة والاستقرار إلى البلدة بفضل همة جيشنا العربي السوري وأرواح شهدائنا الأبطال، وهذا الشعب هو صامد وبقي صامد عبر التاريخ، بقي متشبثا رغم كل الهجمات والضغوطات التي جاءت على صدد. صدد هو التاسع للعام التاسع، بس هو ليس العام التاسع على التوالي، فصار فترة توقف، فترة اللي كان فيه الأزمة السورية قبل ما ترجع تتعافى هالبلد وترجع بخير وسلام بفضل الجيش العربي السوري والقوات وشهدائنا الأبطال اللي ضحوا بأرواحهم فداء هالوطن. المهرجان رجع من 3 أعوام، نحن عام عن عام عم يتطور المهرجان، عم يتقدم فيه أكثر. السنة اللي بميز هذا العام عن المهرجان هو التنوع. نحن حبينا بهذا المهرجان نرجع نحيي الأمل، نحيي البسمة، الضحكة، نرجع نأكد للعالم قديش نحن متشبسين بأرضنا صرد اللي عمره 5000 سنة. حبت ترجع تقول لكل العالم إنه نحن عايشين، الحياة خلص، الأزمة انتهت، نحن بالنسبة لنا بلشنا إعادة الإعمار، بلشنا إعادة الحياة، بلشنا نرجع من أول وجديد. أهل صدد رائعين، من لحظة اللي وصلت على البلد كانوا مثل أهل، كانوا محبين وكانوا كرماء كتير، والحفل كان أكثر من رائع. يعني ما توقعت كل هالقد يكون عالم ناطريني، بيحبوني، بيعرفوني، بيعرفوا الأغاني، بس كان حفل من أجمل حفلات العمر، ويا رب يضل هالبلد عامر. تضمنت فعاليات اليوم الأول من المهرجان افتتاح معرض للزهور بحديقة الفن، ومعرض للأعمال اليدوية والمأكولات التراثية مع عروض للفرق النحاسية بصدد، وحفلا فنيا بالإضافة لتكريم بعض الشخصيات الثقافية والجهات الداعمة للمهرجان. قائمين على معرض عيد السيدة اللي بيصير بالتزامن مع مهرجان صدد العراقة وضمن فعالياته. المعرض رح نفتتحه اليوم بعشرة شهر، رح يستمر لأربعتاش شهر إذا الله راد، لليلة عيد السيدة. المعرض عبارة عن أيقونات دينية وتماثيل بالإضافة لأكسسوارات دينية، أعمال يدوية. نحن من حديث فن، هدفنا نشارك صدد العراقة بمهرجان التاسع مثل ما شاركنا بمهرجان الثامن. عملنا فني مثل عمل فني، عم نرسم بالورد، عم نلون بالرمل الملون الحجار. يستمر المهرجان لمدة 4 أيام، ويتضمن فعاليات ثقافية وطبية ورياضية مع استضافة فرق فنية مميزة في تكريس لثقافة وحضارة يعود تاريخها لآلاف السنين وبقيت محافظة على أصالتها لأجل أرض المحبة والسلام سوريا. نبقى بحماسة التي تشهد فعاليات مهرجان عيد السيدة العذراء في كنيسة أم الزنار للسريان الأرثوذكس بحمص القديمة، بأمسية مرتلة ومغنات لجوقتي مار أفرام السورياني بدمشق وأم الزنار، وتكريم الفنان السوري بسام كوسا. كما افتتح معرض مأكولات لأخويات الكنيسة بالإضافة لمسابقات وهدايا. تفاصيل أوفى أيضا بتقرير مراسلنا أسامة ديوب. من هذا المكان ومن أعراق المدن السورية رسالة محبة وسلام، وأن السوريين أينما وجدوا هم أبناء الحياة. في حمص العدية وتحديداً من أحيائها القديمة التي لم تستسلم حجارتها يوماً للغزاة ولا الإرهاب، انطلقت فعالية مهرجان عيد السيدة العذراء التاسع في كنيسة أم الزنار للسريان الأرثوذكس في أمسية مرتلة ومغنات لجوقتي مار أفرام البطرياركية بدمشق وأم الزنار وتكريم الفنان السوري بسام كوسا. كما افتتح معرض مأكولات أخويات الكنيسة بالإضافة إلى مسابقات وهدايا.
المناسبة الجميلة الرائعة اللي قدنا عليها. بتمنى هيك ربنا مثل ما قسم الفرح بحمص يتسم بكل أرجاء سوريا. مسرورين جدا لأنه رجعت سوريا بأفراحها، رجعت لرسالة للسلام المحبة. رسالة سوريا هي رسالة ثقافة وفن مثل ما أنتم بتعرفوا. بعتبره موضوع حيوي جدا، سيما أنه بيدل على هذا النسيج في سوريا، النسيج الرائع اللي الناس في أسرة واحدة، وبالتالي يعني بحس أنا بالغبطة والفرح لما بيكون في هيك نشاطات، وشرف كبير لي أن أدعى لهذا المكان. بعد كمان الانتصارات اللي صارت على أرض سوريا، رجعنا حبينا نحن نعيد المهرجان من الدورة التاسعة بنكهة جديدة السنة. حبينا نشارك أهلنا بحمص باحتفالاتهم بعيد السيدة، تثبيت أنه نحن أبناء للحياة من وسط حمص يلي تعرضت يمكن أكثر وأبشع مظاهر القتل والتدمير. حبينا نرجع نقول أنه نحن أبناء حياة، لسنا أبناء موت، ورجعنا نحيي مهرجاناتنا، رجعنا نحيي كناسنا، رجعنا نحيي كل الأنشطة اللي نحن كنا نعملها قبل الحرب. نحن منشارك بالمهرجان بمعرض مأكولات، كل شغل الأخوات كلهم شاركوا فيها بالبيت، بيشتغلوا بالبيت وبيشتغلوا بالكنيسة، ودائما منبيع بسعر حتى من أقل من سعر التكلفة تشجيعا لأنه معرض كنيسي. أيام المهرجان الأربعة تسخر بالعديد من الأنشطة الفنية والثقافية وتكريم الطلبة المتفوقين وعروض كشفية تجوب شوارع حمص القديمة، واليوم الأخير قداساً إلهياً بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء وزياح الزنار المقدس. أريجة، جهود مكثفة وخطط ومقترحات كتير منها أصبح أرض الواقع. اقترب الموعد لافتتاح الحدث الاقتصادي والثقافي والمجتمعي الأبرز لها العام وانطلاق الدورة 60 لمعرض دمشق الدولي الذي يمتد بين تاريخ 6 ولغاية 15 من شهر أيلول المقبل. عم عن آخر، عم يتميز المعرض بعدد المشاركات الدولية والأجواء السورية اللي عم تعكس ثقافة وحضارة عمرها آلاف السنوات. وأكيد هالعام رح يكون المعرض له نكهة خاصة هي طعم الانتصار وإرادة السوريين للاستمرار بالحياة. وللحديث أكثر عن التحضيرات اليوم بيسعدنا أن نرحب بالأستاذ محمد نذير الحفار من اتحاد غرف التجارة السورية. يسعد صباحك أستاذ محمد. يسعد صباحك. هلا فيك. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يعني عم نحكي عن هالسنه المميزه بانتصارات الجيش العربي السوري، ومثل ما حكينا تحت الهواء مليئه بالنشاطات والمهرجانات اللي عم تعمل المحافظات السوريه. فخلينا نحكي هالدوره 60 من معرض دمشق الدولي، التحضيرات شو راح يكون مميز فيها؟ بدايه معرض دمشق الدولي هو رساله بدورته 60 هذا العام. سوريا بصناعة المعارض، 60 عام بمعرض دمشق الدولي، فهذا رسالة للعالم أنه نحن كسوريين تاريخ بصناعة المعارض. هاي العام هذا رح يكون كالعام الماضي، بدأنا بالشراكة ما بين القطاع العام والخاص لتنظيم معرض دمشق الدولي والعمل على إنجاح الدورات اللي قامت بعد الحرب وانقطاع مدة 5 سنوات. لح يكون ما بين الاتحادات، اتحاد غرف التجارة السورية والصناعة والمصدرين، شراكة بعملية تنظيم القطاعات المشاركين فيها، النسيجية، الغذائية، الكيميائية والهندسية. وهي السنة لح يكون المشاركات الخارجية هي أكثر من السنين الماضية، لأنه نحن كل عام عم يكون عدد المشاركين أكثر
ودوليا او حتى شركات، وهن دائما كل ما ازداد العدد هو بيكون عم يامن بنصر سوريا عام بعد عام. تأكيد. فلحنا هذا العام تقريبا حوالي 18 دوله مشاركه رسميه، تجاوزنا ال 40 دوله تقريبا عبر الشركات مشاركه والوكالات موجودات بسوريا. 80,000 متر مربع الحجوزات تقريبا جاوزت. المشاركات الدولية اللي حتى اللي كانت مشاركة بالدورة 59 العام الماضي تنافست بالمساحات، يعني الكل أخذ مساحات أكبر. إن شاء الله هتكون دورة متألقة بإذن الله. إن شاء الله. نحن رح نتابع مع حضرتك تقرير عن الاستعدادات والتحضيرات لمعرض دمشق الدولي ونرجع نكفي حديثنا إن شاء الله. تستعد دمشق لاستقبال الحدث الاقتصادي الأبرز خلال العام، فالتحضيرات مكثفة وورشات العمل تشهدها أرض مدينة المعارض على طريق مطار دمشق الدولي يومياً، استعداداً لإنجاز دورة متميزة من فعاليات المعرض المقرر انطلاق الدورة 60 منه في أيلول المقبل. وحول الأعمال المنجزة، فقد تم تحويل الكهرباء المغذية لمدينة المعارض واستكمال الأعمال المتعلقة بالموارد المائية وتأمين باصات النقل الداخلي التي ستقل زوار المعرض، إضافة إلى حجز المساحات للمشاركين وتجهيز الأجنحة والفعاليات الثقافية والمعارض المرافقة. ولمنع تكرار ظاهرة الازدحام التي شهدها معرض دمشق الدولي في دورته الماضية ومعالجتها، تم إنجاز المراحل الأخيرة لمشروع السكة الحديدية التي تصل دمشق بمدينة المعارض، وتقديم دراسة متكاملة لإيصال القطار من دمشق في محطة القدم وحتى مدينة المعارض. إرادة قوية وعزيمة وإصرار على استمرار الحياة لدى السوريين يتجلى اليوم في عودة الألق لمعرض دمشق الدولي بالتزامن مع الأمان الذي حقق على يد الجيش العربي السوري. يعني مثل ما تابعنا بالتقرير، والأهم من أي شيء يمكن هو تجاوز المشكلة اللي مرينا فيها بالعام الماضي، هي مشكلة العجقة والازدحام والذهاب والإياب للمعرض. صار في سكة قطار اليوم رح توصل لكل الزوار، وهي طبعا يمكن طقوس جميلة والشخص بيحس هيك من نوع من تل سيران يمكن رايح على المعرض. يعني هي على قدر ما كانت إشكالية في العام الماضي على قدر ما كانت فرحة. يعني عملية هذا الزحف والضغط طوفان بشري لمعرض دمشق الدولي بدورته 59 هو شيء كان عبارة، هو يعني الدورة الماضية كانت بالأصل هي رسالة نصر. تماما. فلما رسالة النصر بترافقها هذا العدد والحشد الكبير، مع الترويح انه نحن بالعام الماضي كان الغوطه الشرقيه لسه غير منتهيه، يعني ونحن بقطاعات كنا غير منتهيه تماما، اما اليوم نحن دمشق وريفه خاليه من الارهاب تماما. فكان العدد يعني كانت هذا اصرار السوريين تعودنا عليه بكل مكان دائما بيكون وبكل حدث، هو الصوت العالي اللي بيكون انه نحن موجودين نبض الحياة بسوريا. اكيد. وهالسنة رح يكون في كمان زيادة بعدد الحافلات اللي رح توصل للمعرض. رح يكون في زيادة بعدد الحافلات ورح يكون في عملية تنظيم للرحلات ما بين دمشق ومدينة المعرض. يعني تنظيم استاذ محمد ان كان بوسائل النقل حتى فعلا يكون المعرض حضاري بشكله العام خلينا نحكي. طبعاً. وايضا تقسيم الاجنحة خلينا نحكي عليها، تقسيم الاجنحة كيف حيكون؟ قلت انه رح يكون في اجنحة بمساحات كبيرة. طبعاً. فخلينا نحكي عن هي الميزة كمان هي السنة بالمعرض. هلا عملية التنظيم اكيد كل ما حدا مسؤول عن موضوع النقل تم عملية التنظيم، ولح يكون في عملية تسهيل حتى لبطاقات الدخول لح تكون بمراكز الانطلاق من مدينة دمشق حتى ما يصير ضغط هنيك حتى بمعرفنا. والسكة الحديدية هذا العام لح تكون كمان تخفف ضغط على وسائل النقل الثانية.
عملية حتى الباركينج المرائب الموجودة تم تهيئة مرائب جديدة من قبل مؤسسة المعارض وتجهيزها. بالنسبة للقطاعات وتقسيم الهولات عم تكون نحن مثل ما حكينا في عنا الجناح الغذائي تمام، هو مؤلف عن هولين، جناح رئيسي للشركات الوطنية المعنية بصناعة الغذائية بالإضافة للجناح المكشوف عم يكون هو جناح التذوق، بالإضافة عنا الجناح النسيجي الهول النسيجي واللي هو بكافة الأصناف النسيجية والألبسة، بالإضافة لجناح خاص بالكيميائية القطاعات الكيميائية والقطاعات الهندسية. حتى سمعنا أستاذ محمد أنه أغلب الوزارات أو كل الوزارات الحكومية السورية مشاركة بأجنحة إلى بالمعرض، تقريبا الكل مشارك. أي طبعا الكل مشارك على مساحة المعرض كاملة، والفعاليات لح تكون منتشرة على مساحة المعرض كاملة، وكل حدا في هذا العام عم يحاول يعطي أحسن ما عنده ليتميز بهي الدورة. وبعد ما شفنا النجاح اللي كان بالدورة الماضية فأكيد هذا العام رح يكون في شيء كتير متميز، وفي إضافات طبعا لهذا العام أنه رح يكون في عنا عم نبني بناء بيئة ريفية مثل الحارة الشامية اللي كانت، ولكن رح تكون تشمل أغلب المحافظات السورية بمكان واحد وتم تجهيزها هلأ. أكيد نحن ناطرين كل شيء جديد لهالعام. لكن أستاذ محمد يعني إذا نرجع شوي للدورة الماضية والعام الماضي بمعرض دمشق الدولي ونتائج هالمعرض بالتبادلات التجارية إن كانت محلية أو حتى يعني داخلية أو حتى خارجية، كيف كانت النتائج؟ هلأ أكيد كان نتائج جيدة. المعرض الماضي الدورة 59 هو عبارة عن مثل ما حكينا رسالة نصر أسمرت عن انتصارات الجيش العربي السوري، وكانت دورة بعد انقطاع. هلأ كان في عنا ميزات الحكومة أعطتها لهذا المعرض وهو الشحن المجاني لكافة العقود المبرمة داخل معرض دمشق الدولي، وكان هذا الكلام شجع كتير، بالإضافة أنه كان في عنا زوار من خارج سوريا تقريبا تعدينا 800 زائر. هذا العام عنا تقريبا 1200 وما فوق تجاوزوا من 30 دولة اللي حيكونوا زوار لمعرض دمشق الدولي. هن عم نحكي عن الزوار اللي هن للقطاعات الخاصة اللي جايين خصيصا لزيارة هاي الشركات. فالعام الماضي أعلننا نصر، وهذا العام إعلان النصر الاقتصادي. يعني نحن اليوم هاي الصناعات اللي موجودة اليوم على الأرض والعمليات التجارية بعد 8 سنوات حرب عم نثبت انه احنا بعدنا موجودين، بعدنا عم نصدر، بعدنا في عنا تجارنا وصناعينا، فهذه هي رساله للعالم كله. استاذ محمد كل سنه يعني المعرض بيقدم عروض جديده ان كان بالاسعار او ان كان بالمنتجات او خلينا نحكي السيارات بهم كل المواطنين السوريين والشباب. خلينا نحكي هلا عن الاسعار المناسبه لكل جناح، هل في عروض اسعار؟ كيف تمت دراستها؟ وخلينا نحكي اذا راح حدا على المعرض في يجيب ذكرى مثل ايام زمان، يعني هي هذا السؤال اللي بيسالوه. هلا بالنسبه للاسعار والحصومات نحن نعرف أنه الأجنحة العرض هي أجنحة غير مخصصة للبيع كقطاعات، أسواق البيع هي أسواق منفصلة متخصصة للبيع. عم تكون طبعا بتشمل الحسومات، الحسومات اليوم ناتجة عن موضوع المنافسة. يعني اليوم لما بيكون عندي أكثر من شركة بيكون في عندي تنافس من ضمن القطاعات، فأكيد هذا كله مصالح المستهلك. واللي جاي اشتراك 10 ايام معرض دمشق الدولي فجاي يقدم احسن ما عنده. واليوم البيع دائما ما بيكون بس بهدف البيع، احيانا بيكون بهدف الترويج، احيانا بهدف الدعايه، فعمليه الحسم عم بتكون هي لاستقطاب اكبر عدد من المستهلكين. فاكيد ان شاء الله وهذا العام رح يكون متميز. بالنسبه لموضوع الذكرى اكيد لانه وزاره السياحه مشكوره الحرفيين والاعمال اليدويه، بالإضافة إنه هذا العام رح يكون فيه مثل ما قلت لك البيئة تبع المحافظات السورية والبيئة الشامية ورح نجمعهم بمكان واحد، فأكيد رح يكون فيه شيء كمان أعمال يدوية، أكيد رح ناخذ ذكرى. يعني دائما الأسواق الشعبية هي اللي بتلفت يمكن نظر كل الزوار. اليوم قديش في أسواق مثل ما ذكرت يمكن عم بيكون في منافسة وأسعار مخفضة، لكن قديش تم التركيز بمعرض دمشق الدولي كمان على نقاط البيع المباشر وعلى المراكز وعلى الأسواق الشعبية، بالإضافة طبعا للأفرع للمحافظات اللي بتكون مشاركة بهيك أسواق شعبية؟ هلا هو عملية البيع محصورة بأسواق البيع.
لحتى تكون هي متواجدة ضمن ثلاث أبنية بآخر المعرض. هي عم يكون فيها كل الاختصاصات، عم يكون في التركيز بمكان واحد لتكون السيطرة كاملة. هيك الأسهل بالتأكيد. أي هلأ توزيع، في عنا توزيع نقاط داخل مدينة المعارض لأكثر من شركة، ونحن عم نتساعد مع مؤسسة المعارض كاتحاد غرف تجارة، وأنا المسؤول عن هذا الموضوع كتنظيم المسارات وتموضع الأكشاك والشركات داخل المدينة ليكونوا بشكل حلو. فأكيد رح يكون في كل شيء، رح يكون هو من مصلحة الزائر. كل شيء عم نحاول نقدمه هو لتسهيل عملية دخول الزائر لخدمات الزائر، ليكون جولة الزائر مركزين شوي على موضوع الدلالات هذا العام، ليكون التوزيع نعرف كيف بدنا نروح. هاي نقطة كتير مهمة، لأنه ما في حدا يمكن راح على المعرض السنة الماضية إلا ما شوي يمكن تاه عن المكان اللي رايح له أو المكان اللي بده يزوره. هذا العام إن شاء الله المؤسسة اللي عم المعارض واتحادات عم نشتغل على دلالات داخل المدينة، عملية الأسهم وين بدنا نكون، الخدمات كلها تكون بتليق بالزائر بإذن الله. نعم. أستاذ محمد، هل في شعار بيحمله المعرض بدورته 60 هالعام؟ خلينا نحكي سوريا مقبلة على إعادة الإعمار، قدي معرض دمشق الدولي اليوم هو فرصة لفتح السوق السورية على كافة الشركات الأجنبية والعربية أيضا من خلال المعرض؟ هذا العام معرض دمشق الدولي بيحمل السلوغان وعزه الشرقي أوله دمشق، وهي رسالة وشيء واقع. دمشق اليوم هي أقدم عواصم العالم. بالنسبة ل شو السؤال كان؟ عن إعادة الإعمار وقديه فرصة. إعادة الإعمار، هلأ إعادة الإعمار أكيد، هلأ معرض دمشق الدولي هو أبو المعارض، يعني لحنا بسوريا بنعتبره هو شيء رمزي وبنحتفل فيه كلياتنا بسوريا كعرس كبير كمعرض دمشق الدولي، والعالم تنطره اللي هن أهل الاختصاص أو حتى الزوار العاديين كأسر. اليوم معرض دمشق الدولي بيشارك فيه كل الشركات السورية والغير سورية، فكل شيء بيعيد إعادة الأعمار. كان في معرض سابق قبل معرض دمشق الدولي، رح يكون في معارض لاحقة لإعادة الأعمار. الوتيرة للمعارض ابتدت، ورح يكون في دائما مشاركات، وفي كل دورة رح تكون لمعرض دمشق الدولي أو المعارض الثانية رح يكون في عملية توسعة. يعني اليوم إعادة الأعمار هو أمر واقع، الكل حيشارك فيه. الحقيقة اللي ما حيبادر من برا سوريا ليكون اليوم على الأرض ويقدم أحسن ما عنده فهو اللي حيكون برا هاي الخارطة، لأنه اليوم هي عملية بالنتيجة عملية استثمارية، فالكل بده يدور على مكانه من الناحية الاقتصادية ليقدر يجيب المكان أنه هو يشارك بإعادة الأعمار. فأكيد من خلال معرض دمشق الدولي وما بعد معرض دمشق الدولي إعادة الأعمار مستمرة وسوريا حتكون أحسن مما كانت. بالتأكيد نحن نتمنى هذا الشيء. اليوم شو التوقعات بالإقبال لهالدورة بمعرض دمشق الدولي؟ السوريين دائما بيفاجئوا، يعني مفاجآتهم دائما كبيرة، وبنتمنى مثل ما تفاجأنا العام الماضي نتفاجأ هذا العام وعلى أكثر. هي بالأخير رسالة. العام الماضي قلنا أنه نبض الحياة وأثبتنا على الأرض أنه فعلا السوري هو نبض الحياة. كنا بمدينة المعارض طريق المطار بالدورة 59 أعداد فاقت الآلاف، الناس تأخرت خاصة بالأيام الأولى لآخر الأوقات، كانت عم تعبر عن فرحة عن نصرة عن تأييدها لهذا النصر، وهذا العام بإذن الله رح تكون بنفس الرسالة ولكن بطريقة منظمة، رح يكونوا مرتاحين أكثر، والأعداد أكيد مثل العام الماضي وأكثر. طبعا ما بننسى أنه دائما إحنا معرض دمشق الدولي بيرافقوا فعاليات ومهرجانات فنية ثقافية طبعا. نعم. فهذا الكلام أكيد بشد الزوار وأكيد رح يتابعوا هذا الموضوع وناطرينه. أكيد يعني هاي هي نبض الحياة، هذا هو نبض الحياة بسوريا يلي ما توقف أبدا، ويوم عن يوم عم يزداد، والإرادة والتصميم بفضل أكيد انتصارات اللي تحققت من الجيش العربي السوري. نحن نتمنى هالدورة هاي تحقق النجاح ومزيد من النجاح والتألق، وشكرا لكل الجهود اللي عم تبذلوها. شكرا لكم. شكرا لكم، شكرا إلى جهودكم، ودائما نقول مسك الختام عز الشرق أوله دمشق، يعني ما في أحلى الكلمات نختم فيها. شكرا لك وموفقين إن شاء الله بالمعرض. شكرا لكم.
أما هلأ أريجع حان الوقت لننتقل لزملائنا بغرفة الأخبار لإطلاع على آخر المستجدات بسوريا والعالم مع زميلنا رائف مرعي. سعد صباحك يا رائف. صباح الخير زينب إليك ولضيوفنا باستديو صباحنا غير. أعزائي المشاهدين والآن موجز لأهم الأنباء. أسعد الله صباحكم بكل خير. موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. إسقاط طائرتين مسيرتين باتجاه القاعدة العسكرية الروسية في مطار حميمين بمحافظة اللاذقية مساء الأحد. وأفاد مراسل الإخبارية في اللاذقية بأنه تم تدمير الطائرتين في الأجواء دون أن يسفر ذلك عن أضرار مادية أو بشرية في المنطقة. وتكرر في الآونة الأخيرة إسقاط طائرات مسيرة يتم إطلاقها من قبل التنظيمات الإرهابية في محافظة إدلب باتجاه القاعدة العسكرية الروسية في حميمين. في الشأن الميداني، وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة توسع من نطاق السيطرة في بادية السويداء الشرقية. وحققت وحدات من الجيش تقدما جديدا في ملاحقة فلول إرهابي تنظيم داعش في عمق البادية، وأحكمت السيطرة على الحدود الإدارية لريف السويداء الشرقي بشكل كامل، وذلك بعد القضاء على العديد من الإرهابيين وفرار من تبقى منهم. اعتقلت الشرطة المصرية 6 أشخاص ينتمون إلى مجموعة إرهابية خططت لتنفيذ اعتداء في كنيسة بشمال القاهرة. وذكرت وزارة الداخلية المصرية في بيان أوردته وكالة فرانس بريس أن الشرطة داهمت مكان وجود الخلية الإرهابية وعثرت على أدلة تثبت ضلوعها في التخطيط لاستهداف كنيسة العذراء بمنطقة شبرا الخيمة في محافظة القليوبية المصرية وتخطيطها لاعتداءات أخرى. قتل عدد كبير من قوات النظام السعودي في عمليتين نوعيتين نفذهما الجيش اليمني واللجان الشعبية على موقعين للعدوان السعودي في نجران. وقال الإعلام الحربي إن الجيش واللجان تقدموا نحو موقعي المستحدث وحامية موقع الهجلة في مربع شجع بنجران، وفجروا عبوة ناسفة بأحد أطقم قوات النظام السعودي بعد أن زرعوها على الطريق المؤدي، ما أدى إلى تدميره واحتراقه ومقتل من كان على متنه، كما وتمت السيطرة على حامية الموقعين السعوديين ومقتل كل من كان فيهما. في خبرنا الأخير، أخلت السلطات اليونانية قريتين على جزيرة إيفا إثر اندلاع حريق غابات انتشر بسرعة جراء الرياح الشديدة. ونقلت وسائل أعلام أنه تم إخلاء قريتين تبعدان 70 كيلومترا من العاصمة أثينا كإجراء احترازي. وكانت حرائق الغابات في اليونان تسببت خلال الأيام الماضية بمقتل 94 شخصا في أسوأ كارثة تشهدها البلاد، وقد تم إعلان حالة الطوارئ في منطقة أتيكا المحيطة بالعاصمة أثينا. نهاية الموجز مني ومن جميع العاملين فيه كل التحية. والآن نعود إلى الزملاء في استديو صباحنا غير. تفضلوا زملاء، الهواء لكم. شكرا لك زميلنا من غرفة الأخبار رائف ملعيم. مكملين أكيد بموضوع أريج يمكن بهم كل الأمهات المرضعات. بالتأكيد زينب، محطتنا الأخيرة اليوم مع عالم التغذية، ورح نحكي عن غذاء الأم المرضعة والأطفال حديثي الولادة، ومتى ندخل لهم الأطعمة المرافقة لحليب الأم، وما هي نوعية هذه المأكولات. أسئلة رح تجاوبنا عليها أخصائية التغذية إيفانا اليوسف. يسعد صباحك إيفانا. صباحك، كيفك؟ تمام. هلا يسعد صباحك إيفانا. يعني اشتقنا لك أول شيء. اشتقت لكم. خلينا نحكي يعني الأم المرضعة يمكن غذاء هو مختلف شوي حتى غذاء طفلة، فخلينا نحكي أول شيء عن غذاء الأم المرضعة. هلا بشكل عام نحن بدي أحكي أنه الأم المرضعة كل يوم لما بترضع في 3-4 كيلو من الحليب هي بتعطيه للطفل. فإذا ما كان كل الحليب فيه كل العناصر الغذائية الموجودة بحاجة لها الطفل، فشو بيعمل الجسم وقتها؟ بياخد من عناصر الفيتامينات الموجودة بجسمه وبيعطيها للطفل. ومن أهم الفيتامينات اللي هي ممكن تأثر عليها الفيتامين دال، مشان هيك هي كتير لازم تأثر على تأكد على الألبان والأجبان، لأنه رح ينقصها إذا ما هي ما عم تأكل. حياخد من الدال، حيصير عندنا مشاكل بالكلس وفيتامين دال والعظم وهشاشة العظم.
هلا كثير لازم تكثر فواكه لانه فيها كل المصادر الغذائيه والفيتامينات والمعادن بحاجه لها ولطفلها. الاسماك كثير مهمه. الخبز كمان فيها تاكل، ما انه مثلا بيقولوا لك انا سمناني بعد الولاده بدي اوقف الخبز، هذا اكبر غلط. هي اكثر الحالات اللي بنشوفها انه دكتور انا بدي اعمل دايت. ما في شيء اسمه دايت لمرضعه. المرضع بتاكل كل شيء لانه عشان توصل المصادر الغذائيه للطفل تبعه، كحبوب، كبروتينات، كنشويات، كمان كفواكه وخضار، كلها بدها تكون موجوده. وكثير كثير مهم تقسم، يعني تاكد على الحليب والاجبان والالبان تبعه. تماما. يعني قلتي نقطه كثير مهمه ايفانا، انه الام او بعد الولاده دائما يعني بهمها انه تحافظ على جسمها وتعمل انواع دايت. هلا هون شو بتنصحيهم كيف بيقدروا بنفس الوقت انه يعطوا غذاء صحيح صحي لأولادهم وبنفس الوقت يحافظوا على جسمه؟ هلا نفترض ما بدنا ناكل خبز، مو انه نحن نحرم حالنا خبز، ناكل خبز الاسمر. دائما الفطور بيكون غني باللبنه، الجبنه، البيض، الخضار دائما يكون موجود او زيتون. حتى هلا تبتعد شوي عن المرتديلات، احيانا بنخاف السوء التخزين ياثر. تبتعد عن الشغلات اللي بتعمل نفخه مثل القرنبيط الملفوف، البقوليات، لانه هي كلها بتاثر على البيبي لما يكون عم ترضعه. تبتعد عن الاكل لانه الحليب بياخذ طعمه الاكل تبع الام. تبتعد عن الاكل اللاذع الحر، الحد اللي فيه بهارات، هاي كلها بتاثر على البيبي. الثوم عن البصل، هدول القصص لانه كلها بتروح على الطفل بتصير تاذيه اصلا، بيجوز يكره الحليب. هلا على الغداء تتغدى مثلا تخفف مقالي، تخفف كميه الدهون والدسم، عشان لانه ما رح تستفيد. اوكي تحط بس ما رح تستفيد لانه زياده وزن، بما انه هي بدها تحاول تخسر هالكم كيلو اللي زادتهم خلال الحمل. دائما لازم يكون في سلطه على الفطور او خضار او على الغداء او العشاء، ويكون في سناكات هي الفواكه، الكوكتيلات، تحط حليب قليل الدسم او حتى كامل الدسم، ما في مشكله وهي مرضعه لانه عم بيروح كل هذا. فيها تمشي، تكثر مي، كثير مهم المي للارضاع، المكسرات النيه سواء الزبيب، هدول القصص المشمش كمان كثير مفيده كسناكات. مثل بسيطه هي بتحافظ، تاخذ مصادر غذائيه بحاجه لها وبتحافظ على رشاقتها، وبنفس الوقت ما بينقصوا شيء للبيبي. هلا خلينا نحكي عن البيبيات، حديث الولادة. يعني لما بتعمل عجايب بابنها وفي منهم على مواقع التواصل الاجتماعي مثلا معلومات ايفان عن جد بتكون مغلوطه احيانا، وحتى نوعيه الاغذيه ممكن تضر الطفل. يعني طبعا. دائما المعروف بعد 6 شهور فيك تطعمي اللي بدك اياه، فاشرحي لنا هي النظريه لكل امها اللي بدك اياه. لا مو بدك اياه اكيد. هلا نحن امتى بنقدر ندخل الاكل؟ من 4 شهور لست شهور. بس شو هو الاكل؟ بالنسبه للنشويات هي بتكون عباره عن رز، ممكن شعير، الشوفان. بالنسبه للخضار بطاطا وجزر فقط. بالنسبة للفواكه موز وتفاح ونجاص. طبعا فينا نسلقه نهرسه. بالنسبة للفواكه الأكل الثاني يكون مسلوق. ليش؟ لأنه الطفل بلش يقدر يمضغ، بلش يقدر يقعد شوي، راسه ما ينحني، هذا كله بيساعد للأكل. هلا من 6 إلى 8 شهور بتفوت البروتينات اللي هي شوية دجاج، ممكن أشياء بروتينية، بقوليات ممكن، بس مع الحبوب اللي هي الرز والشوفان والشعير. الفواكه هون بتصير غير انه تفاح ونجاس وموز، بصير فينا ننزل له شويه مانجو وشويه البرقوق اللي هو الخوخ العريض. تمام. وفي بالنسبه للخضار مع الجزر والبطاطا بتصير الكوسه. هلا بقى عندك من 8 شهور بتبلش الالبان والاجبان تفوت. بعد السنه نحن بنعطيهم العسل. هلا في كثير اغلب العسل بيقولوا ثقيل على المعده، بعد السنه هذا ينعطى العسل. فهيك هي بتقدر وقتها شو تفوت له بقى شويه طبخ خفيف بعد السنه. هيك بتكون هي من نظام صح، ما نقصه ولا مصدر غذائي، هو اوريدي بيكون لسه عم بيرضع البيبي. حتى لما نحن بنرضع الحليب الام فيه البروتينات وفيه الحديد وفيه النشويات وفيه المي، فما تاكلها من الام، تفكر انه الطفل ما عم ياخذ كل المصادر الغذائيه اللي بحاجه لها من حليب الام. كمان في كثير كمان اشخاص بيقولوا انه اذا الطفل ما اخذ حليب امه هو شوي بتكون بنيته ضعيفه. قديش هذا الموضوع مزبوط؟ واذا في كثير اطفال كمان ما بياخذوا حليب الام، كيف بيتم التعامل معها؟ هلا هدول الاطفال اللي مني يعني بدها تكون عندها مشكله صحيه، الام ما قدرت ترضع، هون بدها تضطر تعطي حليب الصناعي. او بدها، في ناس بتقول لك حليب ما كفى، كمان بدها تستعيض معه بالحليب الصناعي. يعني هون ما في حل ثاني غير هيك. هلا بالنسبه للحليب، ليش هو فيه عناصر غذائيه ومصادر بتقوي الجهاز المناعي؟ فعلا الطفل اللي بيرضع للسنه لمده السنه بتلاقي جهاز المناعي تبعه اقوى، لانه فيه كل المصادر اللي بحاجه له، مثل قلت فيه مواد بتقوي الجهاز المناعي تبعه. ايفانا خلينا نحكي كمان شوي عن الام، كيف ممكن
يمكن انه تتعامل مع طفله بالاكل في عم نقول مسلوق ويمكن انواع جديده من الاكل بجوز ما يتقبل الطفل وما يعرف يعبر من غير انه يدير وشه ما بده ياكل، كيف فيها تتعامل؟ تجبره ولا انه تغير له نوع الاكل؟ لا بتغير له نوع الاكل، بدها تحط له شغلات فيها. هلا بالنسبه للاربع، لا شوفي طول ما انت بلشتي تفوتي له وهو صغير 4-6 شهور بتصير القصه عادي بتعود تماما وخلص هذا اكلي. اما هي مؤخره هي تفوت له اياه بدها تتحايل عليه بطريقه الموديل بطريقه الاكل، بتخلي اخواته يقعدوا ياكلوا معه او اهله، فصير مثلا في حدا متعلق معه من اكيد دائما بيبي بيكون في حدا متعلق فيه ياكل مثله، بصير بده يقلده مضطر اذا تاخرت. اما مثل ما قلت اذا بلش صغير رح يتعود على الاكل لانه ما رح يعرف شو هذا، بالعكس الطفل بصير بيستطعم، بصير ممكن يحبها ممكن ما يحبها، بس مثل ما قلت بده امه من صغره تبلش له بصير يتعود على القصص. وفي شغله مهمه انه بالنسبه للاشخاص الاطفال بصير معهم حساسيه بالكبر. هلا امتى لازم يكتشفوها؟ لما تبلش بالست شهور تدخل الاكل شو مثل ما قلت له شوي شوي البروتينات، ممكن تدخل بيض هدول القصص تخلش بكميات قليله، فهي بتنتبه ببين مع انه في تحسس ولا لا. وكل ما بكرنا بتدخيل الاكلات البروتينات والقصص والفريز هذا الشيء بيحمي للطفل انه ما بصير معه حساسيه بالمستقبل. كمان ايفانا يعني في كثير امهات ما بتعرف قديش يمكن الحصص الغذائيه لازم تعطيها لاولادها، يمكن في اشخاص بيتبعوا 3 أو أكثر، قديش عدد الحصص الغذائيه اللازمه للاطفال؟ هلا الاطفال من 5-6 المفروض، مو مثل الاكبر اكثر من الكتار من الكبار سوري، يعني تقريبا هي كل 3 ساعات طعمية اكله او وجبه سواء تتنوع بين الحليب وبين الاكل هاي اذا دخلت له الاكل النظامي، اما البيبي بضل على حليبه. في كثير يمكن امهات كل ما بكي ابنها وما عرفت هذا اكبر غلط بالطعميه، بجوز موجوع بجوز عطشان، بعدين في كثير ناس اول ما يولد البيبي ما بيعطوه حليب مي هذا غلط. كنت اسالك عن المي كمان لازم قد ايه مهم المي وامتى لازم تعطيه الام للطفل؟ تقريبا هلا هي بدها بين 4-5 مرات ممكن تشربوا المي لانه بيبي صغير وما عم تشربوا الحليب، بس كثير كثير بقول لك عم يشربوا الحليب ما بدنا مي، كثير مهم يشرب المي ما دخل لهو الدارج بشربوه يانسون وجع يلا يانسون عرفتي. فبس كمان انه قصه الزهورات واليانسون هل هي بتاذي كمان لا لا بكميات لا ما بتاذي كبيرة؟ بالنسبه لليانسون والزهورات بتنيموا بيرتاح ترتاح الام هي بدها تريحه، لا مفيده له حتى اذا كان في مغص، بس مو لما بده يبكي كل ما يبكي الطفل يا بالطعميه يا بتشربوا مي، احيانا بيكون متضايق من شيء احيانا بيكون موجوع. يعني هلا في اخر دراسات طلع كتير إذا شفتوا على السوشيال ميديا طريقة البكي بيكون مثل الطفل كأنه عم بيحكي بلغة كأنه جوعان أو موجوع في إتون عم بيطلع، فشافوا العلماء أنه هو هذا معناته هلأ موجوع فهو بيبكي بهالطريقة، هو جوعان في كلمة عم بيقولها. بتنتبه الأم في كتير حركات لازمة وإشارات بتبين هو فعلا إذا جوعان. أنا مثل أختي مثلا كانت دائما كل ما يبكي ابن الطعمي هذا أكبر غلط. امتى لازم بالفعل الام تتوجه لاخصائيه تغذيه؟ يعني نحن دائما بنعرف الاطفال حديثي الولاده والبيبيات بتلاقيهم اهاليهم يعني بياخذوهم عند دكتور اخصائي اطفال، هون ثقافه دخول اخصائي التغذيه للعائله قديش مهم؟ كثير مهمه. هلا هو طبعا بقول لك الاول والاخير هو طبيب الاطفال هو اللي لازم يطلب انه يكون في تعاون اخصائي تغذيه. تمام انا بحاجه لاخصائي تغذيه بيكون معي واقف، طبعا اذا في عندنا مشكله طبيه بالطفل بصير في تعاون بين طبيب الاطفال وبين الطبيب الاخصائي، كثير مهمه لان اثنيناتهم مرتبطين مع بعض. هلا ممكن احيانا طبيب الاطفال يسد محل اخصائي التغذيه اذا الطفل ما فيه شيء، بس اكيد هو مثل ما طبيب الاطفال بيشرف على البيبي اول ما يجي الجنين بصير طفل لازم اخصائي التغذيه يكون بالمشافي موجود لانه هو اللي بده يحط الغذاء تبعه اذا كان في حاله صحيه خاطئه عند الطفل او الام مثلا ما اجى حليبها. ايفانا نصائح اخيره لكل الامهات هلا الحوامل اللي مقبلين على هيك مرحله جديده بحياتهم وصعبه الله يوفقهم ويعينهم كثير مهم. ما في انا كثير بالعيادات حتى اخصائيين التغذيه انا بدي اعمل دايت، انا حامل ما بدي اسمن، انا ولدت بدي نحف اسمه للحامل او حتى اللي جابت بيبي، عندكم نظام غذائي بتكون تاكلوا للخمس وجبات المصادر الغذائيه كلها بتكون تاكلوها سواء عشان ما ياثر لا على الجنين ولا على المرضع او على الطفل حليب الام. فيكم تمشوا فينا نكتر مي فينا نستعيد بدل ما نعمل شغلات الدسمه ناكل الحلو ناكل هالقصص اللي فيها سعرات حراريه ناكل اشياء صحيه اغذيه صحيه نستعيد عن هذوليك الاكلات وبنفس الوقت نكون اخذنا المصادر الغذائيه وما نقصنا سواء للام الحامل ولا
أو اللي جابت البيبي، بس كتير مهم يعرفوا أنه ما في شيء اسمه دايت للحامل أو حتى للي جابت البيبي. نحن كتير نشكرك إيفانا على المعلومات المهمة اليوم طرحتيها ضمن صباحنا، وإن شاء الله الصحة والعافية للأم وللبيبي إن شاء الله. شكرا لك إيفانا، دائما هيك مواضيع كثير بتهم الأسرة، خلينا نحكي بشكل عام والمرأة بشكل خاص. شكرا لوجودك معنا، يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. أكيد أريج لهون بنكون وصلنا لختام مشوارنا الصباحي، موعدنا بيتجدد معكم تمام 9 من صباح كل يوم. أي اقتراحات أو مواضيع حابين شاركونا فيها راسلونا على صفحة البرنامج صباحنا غير على الفيسبوك. من هلأ لوقتها تبقوا بألف خير ونهارك سعيد. أريج نهارك سعيد إن شاء الله زينب، ونتمنى بقية النهار يحمل كل الخير والسلام لكم مشاهدينا. دايما احضرونا بالإعادة الساعة 1 ليلا وكل يوم صباحنا بتجدد الساعة 9 الصبح. مني من فريق العمل أطيب تحية لكم، باي باي.